موضوع اتخلفنا فيه امتلأ واللي انتهى يعني فهمت بخلعي من وزارة الداخلية يعني وطردي من الحكومة بأسلوب يعني حضاري تمام بدون يعني لا إهانة ولا شتم ولا حتى شيء مصر حتى شيء. أما تخلفنا في شيء واحد كنت نقول اللي رئيس الانتفاضة هذه كما البحر وقت تجي موجة كبيرة موجة عملاقة الموجة العملاقة ما توجهاش لك أنا رأي أغطس في وسط الموجة خليها تعدى. جاني أمر حرس الوطني مش عامل وزيرة البيتي قال السيد الوزير الأول راهو السيد الزقيقة وزير الداخلية بعثني ليك بصفة رسمية ويقول لك الأفضل أن تستقيل بشرف من أن تطرد بالإهانة بالضبط. قلت له عامر يفد لك ولا خلي السمين. قال لي محمد قال لي أنا في مرادية يفد لك وقال لي قال لي أنا شايك في مهمة رسمية كأمر حرس وطني. قلت له باهي قلت له مشيت للرئيس بعد ذلك حبيب الابن وأنا فقط. قلت له أستاذ الرئيس إذا كان خروجي من الحكومة يسهل عليك المأمورية بحسن زو أنا نمشي. قلت له مسالش هواش. قال لي سيد زقيقة ضرب الناقوس على يمينه كان ضرب الناقوس تحل الباب ودخل لتزقيق دخول الابطال اخف غالي قال لي وين عن وبداية من امطره سب وشتم لا استطيع ان اعيده. فهو دخل بالسماء وزير الاول فبهت الذي كفر قف حبس. قال له قلت للسيد وزير الاول وكذا. قال له قلت له مش كلفك يا كذا منها ما خللوش فهمت باش نحيك الداخلية نعطيها سمح الله زادي اخرج يا عنك خرج كما قلت بالشعب الكريم باب الشفيقة خرج ريت. تخلى صمزالي من منافسه المباشر على كرسي الوزارة الأولى وسعى من جديد إلى استعادة شعبية فقدها أثناء أحدث الخبز وكأن شيئا لم يكن وأعاد بورقيبة ابنه الحبيب لمتابعة نشاط الحكومة إلى جانبه. في الأثناء تكونت أحلاف وعداوات جديدة داخل القصر انتهت بقرار بورقيبة الطلاق من زوجته وسيلة. بقدر ما كان بورقيبة متعلق بها قد يكون مقبل بعض من اختياراتها و لم تنجح في آخر الأمر في أن يتوجه بورقيبة الوجهة التويت وتكون استغلوا ناس هذا الوضع وأبعدت عن القصر وبورقيبة اللي كان يحبها وافق على التلاق منها. ومع استمرار مزالي في منصب الوزير الأول سقطت رؤوس أخرى بالقصر. أبعد بورقيبة ابنه الحبيب من مهمته كمستشار له